أما الآن فنقول يا ولد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفلنا الكريم، ضيوفنا الكرام. الآن معنا الشاعر فهد المطيري. ماني بشاعر. الشاعر والمنشد فهد المطيري. روح يلا روح. تقدر تنشد في مكانك يا فهد. والله في المكان اطيب. تفضل. هذه كلمات الشاعر الكبير ترك الفين يقول. تبغى مشلة صح؟ يس. البارحة يوم كل النام يا نايف. يا فهد كمل كمل كمل. والله زعلان. مالك شغل مالك شغل مالك شغل. باقي انقل هناك. كمل كمل. لا 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 كمل خلاص انقل هناك. طيب نبي حماس. ها صفقة. اسلم يلا. بس تعال يا ولي تعال. ولد يلا يلا روح يلا. البارحة يوم كل النام يا نايف، أخوك ما هو بلا نايم ولا واعي، يحوف قلبه من همومه يتحايف، من غير هم قديم بين الأضلاعي، هم يزعزع جبال طويق والطايف، مخفيه لي مدة مع باقي أوجاعي، مخفيه لي مدة مع باقي أوجاعي. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا. يلا صح صوتك يا فهد مطيري. فهد مطيري وما الآن حفلنا الكريم عندي موهبة اعتزال مع الشاعر المبدع عادل بن هيف، ونسمع أقوى صفقة. تفضل معنا أخوي الشاعر. البخ صفقة ثانية شباب تكفون قبل أطلع صفقة بالله لو الشاعر عادل بن هيف. بيجي شد عضلي. شكرا لكم جميعا. الله يعطيكم العافية. شو السالفة؟ قصيدة ولا سال؟ اي ولا نكتة؟ يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يقول ايه يقول ايه يقول خلاص ماني متقاضي، بس الحليم التقي شره، عذرك كله كلام فاضي، ما يرتضي به ولد حره. لا ترضيني ماني براضي، انا مجروح بالمره. شكرا الشاعر عادل بن هيف. والان مع المبدع الشاعر المنشد سهم البقوم فهد البقومي. اوه يا فهد اوه يا فهد بسمع. اوه يا فهد اوه يا فهد ايوه اوه يا فهد العب اوه يا فهد. السلام عليكم. مبدع مبدع مبدع. لا كذا انت خاشع خلاص. تعال قدمني يا اخو. والله ما ينفع مثل هنا. ما ينفع شاعر منشد. اسلم خلاص انت منشد. والان مع يا مهند 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 الفيصل. اسرع اسرع وخلك جاهز جاهز مشاركتك مع المبدع فهد البقومي. مايك شغال. روح. والله شغال. روح. والان اجلس اجلس اجلس. حضورنا الكريم اخواني واخواتي المشاهدين، مع هامة من هامات المملكة العربية السعودية، لا يتبع طريق أحد، هذا قلم هذا سلم. والآن مع المبدع مهند الفيصل. وجهه يا مرحبا. نعم أطرب مسامعنا. أهلا وسهلا. أهلا أخي. أهلا مرحبا. أطرب مسامعنا. علمني وش في شيء في خطرك. والله ما في خطر لك، كل علم زين. ولا تهجيني. لا ما بهجيك. طيب اي والله. الم يعني للاواني ان ياتي الان
ألم يسمع أبداً صرخات العنان؟ ألم يعلم أن حياتي لا شك فانية وأني إنس سابق ملوك الجان؟ أيها الحظ، أيها الحظ، لو أني شقراء فاتنة لصيرت لي ما سيكون وكان، ولكني عرجاء روحها جامحة فوضعت فوقها من العبء أطنان. يا سلام، أنت علاقة حمقاء طردية كوقع السوط على جري الحصان، وأنا بسوطك اليوم مولعة، اضرب متى شئت سأكسب الرهان. أنت أضحوكة آمنا بها وبنينا سجنا وجعلناك السجان، وسلمناك أيادينا مكبلة بلا تهم ولا شهود عيان، وأحكمت علينا غرفا مظلمة متأملين بضعفك تصدير البيان. بيان نجاحنا ونجاح نجاحنا وبيان الوقت برفع الأذان. الحظ قلادة إن آمنت بها جعلت من نفسك مجرد إنسان. شكرا. مبدع. ارجع لنعرف، ارجع لنعرف، والله بقدم، ارجع لنعرف، بقدم، ارجع لندعيك، بعرفك، لن ندعيك، ابى اصير مقدم، انا بصير، لا بعرفك بصير مقدم. تكفى تكفى، اما الان تكفى يا زعزعي، خليني اقدم المره دي، المره دي انا اقدم. تكفى روح اجلس خلاص. ما شاعر والله انها صعبه. يلا، من اللي بيطلع يا عيال؟ من اللي ما عنده موهبه؟ انا فهد. فهد والان مع المبدع. يا اخي توكل على الله، توكل على الله. اما الان لا لا لا، تعال، انا عندي. ايش عندك؟ انا ادعم هنا اللي ما عندهم موهبه شعر ولا انشاد، بس بس الموهبه، بس الموهبه، ما عندك شعر، ما عندك انشاد، ادعمك. انت تحتك الموهبه، انت تحتك. ها في البرنامج ذا كل الربع، حتى انت فهاد، حتى انا ما ادش انشد. فهاد انشد، انا اللي خمت يوم انشد، صوته اعرفه. طلب ملان، صوت جميل. فهاد مع الموهبه الفذه الجميله الرائعه الخطيره الرهيبه مطلوبة الشيقة. خلاص 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 خلاص. الممثل من واحد برايم فهد المطيري. روح يلا روح. بيمثل لنا الآن دور. دور ايش؟ ايش تتقن؟ ايش ايش تعرف انت؟ دور ولا دورين؟ دور بيتنا دور ولا دورين؟ اضحك ولا يلا يلا, يلا روح. والله بالله انت مثل. تكفى خلني اروح. بالله انت مثل. لا فهد مثل 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 ويلا تكفى. قد طلعتك المسرح. خلني اروح. ايش تبغون؟ دور ايش يا الربع؟ يبي يضحك. انا طلب، انا طلب يبي يضحك. لا لا سامج سامج، ما اعرف ادغدغ، ما اعرف ادغدغ. روح روح دغدغ وانا بضحك. لا لا اضربه. وي فضحنا هنا بين الممثلين. والله فضحنا. يبي يضحك. عطنا مشهد تمثيلي هنا. خلاص طيب انت قدم واخلص علينا. جيب الريجي. تبغى تطلع انت؟ لا طلع. اما الان عاد فهد. فهد مع الشخصية النادرة فهد صاحب الكلام العذب، سهم البقوم، سهم البقوم ايه في قناة سهم المنايا الدندور، صاحب الكلمة العذبة، الحوار الجميل، الشخص البارع اللي جت رضى في صدره اليوم، الله يشفيه ان شاء الله، احمد الشمري. نعم استاهل. الاب المشي، المشي يا احمد، المشي. حاول قد ما تقدر يا احمد انك تاخذ دقيقتين، يعني لا تطول. يعني ايش تبغى انت تطلع؟ مشيت مصارع. تفضل انصحهم المشي ذي. يعطيك العافيه احمد الشمري. تفضل. طلعت اخذت نفس على المسرح. طلعت انت صمتك كله. بس انت خابط لك تعطينا دحه. الصمت في الحرم من جوا. بالله بعد الصمت كذا. يلا طلعني. اما الان مع محمد الزعيزعي. شكرا شكرا اخوي وليد الزهراني. شكرا الله يعطيك العافيه حبيبي. شكرا. انا مقدم يا محمد. شكرا. انا مقدم يا محمد. شكرا يا وليد الزهراني. تفضل يا راعي العيال. تفضل. اما الان ابو زعزعي انا اتمنى تعطي كل واحد عكس موهبته. حضورنا الكريم. والله صدق والله صراحه زعزعي وخله يطلع يقدم. ها صراحه ابدع في الفقره قبيل بس ما ادري ايش غيروه. حضورنا الكريم ابدع في الفقره قبيل بس ما ادري ايش غيروه. انا اخواني واخ تلايطوا اخواني واخواتي. ما في اخوات.
مع المنشد هو فترة المسائية وأنا الصباحية. المبدع فهد البقمي. والله العظيم يا فهد إنه واسطة. والله إنك واسطة. تفضل. شاعر ومنشد وممثل وكل شيء. تفضل. والله إنه واسطة. ارجع. والله إنه واسطة. لا 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 دقيقة دقيقة. ارجع. لا تكلم. ارجع. بنطلعك بنطلعك. أنا طالبك إلى قدامي. معلم مع الممثل فيصل الحربي. ممثل روح روح وعطى مشاهد ما عليك. لا لا عطى تمثيل. تفضل يا البكاية. تفضل طال عمرك اهلا وسهلا يلا ما شاء الله فيصل الحربي ما شاء الله تبارك مبدع وانا احبك يا فيصل نبغاك صوت وعلاقه خلاص صوت يا شباب نبغاك نبغاك تمثل صوت يا شباب صوت يا البكايات نبغاك تمثل صوت واحد جميل يا اخي يا اخي انت صعبتها علي ما يقدر يقدر صعبتها عليك يقدر اضبط الدور روح يلا نبغاك تقلد الصوت الجميل محمد الزعيزعي طيب عشر 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 كلماتك يا مجرد تلفون حزين او شريط انا وياه مثل اللي حاتي وحدني يغلي يشوف ان المفارق صعب لكن شايل همه يقول الموت وين الموت يقول الموت لمن صار دوني تقدر انك تجيه واقول الموت وينه ما ادري وش باقي يا حبيبي واتجه يمه يا اخي صوت جميل رائع يا بعد جميل ولد عمي يكتسح الساحه باي عاد هذه فيها إنا حضورنا الكريم يوم جات فقرته وانت تطلع مع المنشد لا لا بس بس خلاص المبدع وصلت وصلت وليد الزهراني ايش اقول ايش اقول نبغاك تمثل ايش امثل واحد يبكي واحد يبكي طيب افقع راسي عشان ما اتقن الدور ليش ما صليت الله ياخذ عمرك ليش ما صليت صردني صردني انت اللي قايله انت اللي قايله ليش ما صليت اذني اذني تصفر اذني تصفر ابك ابك ليش ما صليت كفك يا الله لا يوفقك خلاص غير غير الدور غير الدور طيب الله لا يوفقك نبغى نبغاك تنشد خلاص طابت طابت نبغاك تنشد ايش اقول؟ فرش التراب لا لا ما هو جوي لا 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 برضو ما هو جوي الا صلاتي ما اخليها ما هو جوي عطني شيء جوي يعجب مثل مثلت وطبقني واحد فقعدني طيب غيرها ما والله مشى التمثيل فهد اطلع لا كلنا 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 ايش اسوي لك؟ يلا كاركتر سريع واحد يبغى يسوي يدق انا 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 بقدمني جاي اطلب وظيفه لا لا انا عندي لك فكره يلا وحنا وحنا ايش فين رايح فهد انت سكرتير حقي انا انا المدير الا صلاتي وهذا مدير شو هذا مدير شو لا هذا انت ايش تنفع تصير يلا يلا انا حق ال حلو على باب الله عرفت كيف حق الماليه وانت مثلا انت انت خليك المدير الاتش ار انت اتش ار وهذا ايش انا الاتش ار ايه لو تجيب لنا كرسي الانتظار يلا لا لا هذه كراسي المقيمين اوكي كراسي الانتظار الله لا يفهم